موضوع ايضا تكرر مع عديد من الناس اللي هو اللي خلينا نقول الحجز الزايد، يعني مثلا انا اكون حاجز عندي تذكره بطلع على الطياره يقولوا لي معلش الكرسي اتاخذ وكان في دبل إيه. هذا الأوفر بوكينج هذا دائما شركات الطيران تسويها، لأن في كثير من 5 إلى 7% نو شو دائما، فهم يأخذون احتياطهم. أيوة. في هالحالة في طريقتين. اللي هو النزول الطوعي، يعني أنت تقول أنا يعني ما عندي مشكلة أنزل، بس في الرحلة القادمة يعملوا لك ترقية أبجريد. طيب أو بشرط الابجريد ايه 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 ولا ليش اللي حيخليني انزل وانتظر؟ لا طبعا ان الواحد ما والشيء الثاني اذا انت يعني جيت متاخر للمطار وصلت متاخر والناس تسوي عن تشيك ان فاجباري انك تنزل هنا تستحق الرحله اللي بعدها زائد تعويض التذكره. ايوه يعني انت الفرق بين التطوعي هذا ان انا ممكن استرد قيمه التذكره والرحله الثانيه تكون مجانيه.